بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته دائما وابدا نستعين ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام في كل مكان، أرحب بحضراتكم في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم المميز، في هذا اليوم الذي رصدت له الجوائز الثمينة، في هذا اليوم الذي شاهدنا فيه العجب مع انتزاع الذهب، شاهدنا فيه مشاهدين الكرام الأسماء الكبيرة التي عادت لإنجازاتها وصولاتها وجولاتها. انطلق هذا الشوط على بركة الله وتوفيقه، انطلق هذا الشوط الذي يحمل في طياته الشداد الذهبي، إضافة إلى الرنج روفر التي تنتظر الفائز الأول من بين هذه الأسماء القوية والعملاقة التي انطلقت من مسافة 8 كيلومترات. آخر أشواط هذا المساء وآخر أيام هذا المهرجان، مهرجان المرموم لعام 2012. ها هي مشاهدينا الكرام أصعب اللحظات التي نشاهدها في هذا الميدان في يوم الوداع، في آخر أيام هذا المهرجان الكبير. البداية مع مقدمة الشوط والبداية مع المركز الأول في هذه اللحظات، المتقدم هنالك من يبحث مشاهدينا الكرام عن تكرار الانتصار، من يبحث عن سيفه في العام الماضي. الأسد يتواجد مشاهدينا الكرام الذي ينطلق في هذه اللحظات ويبحث عن الشداد في العام الماضي حاصل على الخنجر، وهذا اليوم ينطلق هذا الأسد مشاهدينا الكرام بشعار هجن الرياسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري من لقب بالمستحيل. المركز الثاني القحيدي مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني ينطلق بهذا الشعار، الشعار العنابي، ليتواجد مشاهدينا الكرام بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني الذهبي سالم بن فاران المري. في الشوط الماضي أكد لنا بأنه ذهبي ولن يغيب عن الإنجازات. المركز الثالث النصر، مع المركز الثالث ينطلق مشاهدينا الكرام النصر في هذه اللحظات بهذا الشعار العملاق، شعار سمو الشيخ زايد بن المر آل مكتوم حمد بن علي العويسي من يقدم النصر، والكل يبحث عن النصر، والنصر ما زال مشاهدينا الكرام ما زال هو المفقود حتى هذه اللحظة. بينما المركز الرابع، رابعا وصل شاهين لينطلق مع المركز الرابع في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة مع المركز الرابع، ويتواجد سعيد بن عيلان المهيري متابعا ومراقبا لشاهين. وأحذر من شاهين مع المركز الرابع. المركز الخامس الطف مع المركز الخامس ينطلق مشاهدينا الكرام بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والمحترف جمعة بن عتيق الرميثي متابعا ومراقبا ومتابعا لهذا الطف مع المركز الخامس. هذه هي الأمور مشاهدينا الكرام مع المقدمة، الأمور مع الخمس المراكز الأولى. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. النصر المنتصر حتى هذه اللحظة غير واحتل المركز الأول لينطلق بهذا الشعار الجميل مع هذا الاسم المميز، النصر مشاهدينا الكرام بشعار سموه الشيخ زايد بن المر آل مكتوم حمد بن علي العويسي مع المركز الأول مضمرا ومتابعا، مضمر النجوم الخمس يتابع مشاهدينا الكرام ويتقدم الخمس المراكز الأولى المسيطرة مع مقدمة الشوط. النصر مع المركز الأول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام يتواجد هنالك الأسد، وأسد الإنجازات، أسد الإنجازات، والأسد ينطلق مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام وصاحب الأشواط الرئيسية
حاصل على كأس الخليج هنالك في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة، والحاصل على الشداد في الموسم الماضي في ختامي المرموم لعام 2011، والآن يبحث مشاهدينا الكرام عن الرنج روفر، ويبحث أيضا عن الشداد مشاهدينا الكرام في ختامي المرموم لعام 2012. المركز الثالث ينطلق مشاهدينا الكرام القحيدي مع المركز الثالث، ويتواجد ثالثا القحيدي بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المركز الثالث، سالم بن فاران المري يتابع ومراقبا هذا الذهبي مشاهدينا الكرام. أيضا وصل في هذه اللحظات شاهين، الله يا شاهين، وحذاري من المهيري من يقدم شاهين بهذا الشعار الجميل الخاص لهجن الرئاسة الذي يتناثر مع هذا اللون الجميل مشاهدينا الكرام. سعيد بن عيلان المهيري أحد السعداء المرافقين لهذا الشعار يتواجد مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام. المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا الكرام الطف مع المركز الخامس يتواجد بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي يتابع في عملية التضمير من يقدم الطف مع المركز الخامس. هذه هي الخمس المراكز الأولى التي أعلنا عنها منذ النداء الأول ومنذ انطلاقة الشوط، وهي تتنافس من أجل الرمز الغالي، تتنافس مشاهدينا الكرام من أجل تسجيل النقطة في هذا المهرجان الكبير وفي آخر أيام هذا المهرجان. الليلة هذه واضحة ليلة فراق، حاولت تعديها وعيت تعدي. الليلة هذه مشاهدينا الكرام ليلة فراق لهذا المهرجان مشاهدينا الكرام، ولكن لابد من الاشتياق، فأرحب بكم هنالك في ميدان الوثبة في عاصمة الميادين ليبدأ الحفل الختامي الكبير في العاشر من شهر مارس لهذا العام. أعود مشاهدينا الكرام إلى مقدمة الشوط، وكأن الأسد سمع اسم الوثبة فبدأ ينطلق مشاهدينا الكرام يبي ينقل الناموس في هذا المحفل الكبير. الأسد يتقدم مشاهدينا الكرام بشعار هجن الرئاسة مع المركز الأول، يتواجد المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري لا مستحيل معك يا ابو ذياب. النصر ايضا قادم للانتصار، ينطلق مشاهدينا الكرام النصر بشعار سمو الشيخ زايد بن المر آل مكتوم، يتواجد حمد بن علي العويسي احد الخبراء والمتابعين، ولكن وصل في هذه اللحظات واقتحم المركز الثالث شاهين مشاهدينا الكرام بشعار هجن الرئاسة، وسعيد من عيلان المهيري هو المتابع هو المراقب. وشاهين أتذكر إنجازاته القوية، وأتذكر مشاهدينا الكرام النواميس المتكررة مع هذا البطل مع شاهين من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع القحيدي يتواجد مع المركز الرابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ويتواجد الذهبي سالم بن فاران المري متابعا ومراقبا للقحيدي. المركز الخامس الطف ينطلق مشاهدينا الكرام بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي مع المركز الخامس. أعود مشاهدينا الكرام إلى مقدمة الشوط، وأحذر كل المشاركين بأن الشداد بدأ يقترب والرنج روفر أيضا ينتظر مشاهدينا الكرام، ولكن المركز الأول وصل في هذه اللحظات واحتل هذا المكان، احتل هذا الموقع. شاهين من احتل المركز الأول، شاهين من احتل الصدارة، شاهين من يقترب من الشداد مع المركز الأول بشعار هجن الرئاسة، ويتواجد سعيد بن عيلان المهيري. الله يا المهيري يا المهيري مع المركز الأول، وركز زين يا أخوي يا سعيد يا بن عيلان. المركز الثاني
يتواجد مشاهدينا الكرام هنالك الأسد مع المركز الثاني يبحث عن عرينه، يبي يلتهم الشداد، يبي يفترس الرنج روفر. مع المركز الثاني الأسد بشعار هجن الرئاسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري. مع المركز الثاني من يقدم الأسد؟ من رشحه الخبراء والمحللين؟ بينما المركز الثالث النصر بشعار سمو الشيخ زايد بن المر آل مكتوم حمد بن علي العويسي في عملية التضمير القحيدي يحتل المركز الرابع بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري يتابع الذهبي. المركز الخامس الطف لسمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي. الله 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 احلوت المنافسة مشاهدين الكرام والف واربعمية نتعداها في هذه اللحظات، وها نحن نقترب من الاعلان الاخير من الاعلان الخطير الالف والمئتين والمشاركين يحبوا بصوتك يا بن حضير. الف ومئتين الله يا الألف والمئتين الأخيرة مشاهدين الكرام التي تملأ بها العين والجماهير تستمتع كثيرا مع بن حضيرم بالألف والمئتين. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الشداد، كيلو الرنج روفر. أعود إلى المركز الأول شاهين مع المركز الأول بشعار هجن الرئاسة مع المركز الأول الكحي هادي قادم مع المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. وهنالك الذهبي سالم بن فاران المري اشتاق للذهب، اشتاق للذهب. وأيضا الأسد مع المركز الثالث، الأسد مع المركز الثالث بشعار هجن الرئاسة ويتواجد راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات مهاوش مهاوش بشعار هجن الرئاسة وسعيد بن شطيط الوهيبي قادم. وصل الشاطر، وصل الشاطر، ولكن اعود الى شاهين. الله الله يا شاهين بشعار هجن الرئاسة مع المركز الاول اعرفه جيدا انه رصاد، رصاد الانجازات، ولد ولد ارصاد، ولد ارصاد مع المركز الاول. وها هو رصاد يرصد الناموس، يرصد الشداد، يرصد الشداد ويرصد الرنج روفر. حذرتكم منذ الانطلاق، حذرتكم منذ الانطلاقة انه شاهين مع المركز الاول. سلام للرئاسة، سلام سلام للرئاسة، سلام على فوز رصاد في المركز الاول. والشاب الرشيق سعيد بن عيلان المهيري تهانينا على فوز رصاد في المركز الاول. المركز الثاني الكحيدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الثالث وصل الاسد لهجن الرئاسة وراضي. وصل مع المركز الرابع مهاوش ايضا لهجن الرئاسة. مشاهدينا الكرام في كل مكان هكذا هي الامور التي انتهت في هذا المهرجان الكبير وفي اخر ايامه. تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز، على فوز رصاد في المركز الاول 13 دقيقة 7 ثواني وجزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن عيلان المهيري على الفوز بالشداد الذهبي والرنج روفر. بينما المركز الثاني الكحيدي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني 13 دقيقة 9 ثواني 8 أجزاء من الثانية. في هذه اللحظات أنقل الكلمة لزميلي عبد الرحمن أحمد أمين. وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقة في انطلاقات ميدان المرموم 2012، وأسدل الستار على انطلاقات هذه اللحظات. وهنا أيضا التوقيت الحدث، التوقيت الحدث في عالم الأصايل، من سجلته هنا عموه عمات الأصايل 12 دقيقة 6 ثواني وجزئين من الثانية. سجل هذا التاريخ الأول من مارس عام 2012 عموه لهجن العاصفة تحرز هذا التوقيت وتسجل هذا التوقيت الكبير والمثير 6 دقائق 9 ثواني أحدث أحداث هذا الموسم وأغرب أحداثه. وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام من خلال هذا النقل الحي والمباشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة
في ميدان المرموم. تقبلوا تحيات الجميع عبر قناة دبي ريسينج، وتقبلوا تحيات فريق العمل، فريق التعليق هنا بقناة دبي ريسينج ومن تابع هذه التحديات. ولكن نعود مع آخر رموز هذا المهرجان، حيث عموه حاصل على سيف الإمارات بتوقيتها الذهبي المميز في الشوط الأول. الشوط الثاني ذهب إلى السليماني، السليماني أيضا لهجن العاصفة، والشوط الثالث كانت هناك خنجر ذهبية ذهبت بالشحانية إلى دوحة الخير والسلام، والشوط الرابع ذهب إلى رصاد لهجن الرئاسة ليسجل هذا الإنجاز وهذا التواصل وهذا تقبلوا تحيات الجميع مشاهدينا الكرام، زملائي فريق التعليق على أرضية هذا الميدان، عبد الرحمن أمين، سفاح الشمري، سعد العتيبي، نايف البلوي، سالم بن حضيرم، سالم الحبسي، سالم خليفة، سعيد بن راشد العويسي، حمد بن ضبيب الشامسي، فايز بن غفالي.